اهلا بحضراتكم من جديد والف مبروك وشكرا معلقنا كابتن احمد مناع. اذا تاني بطولات فريق كره السله سيدات هذا الموسم، بطوله القاهره موسم 2022، واستطاع الفريق الحفاظ على اللقب. ارجع لضيوفي كابتن اسلام، مبروك كابتن سلعاوي، مبروك. الله يبارك فيك. يمكن الثالث والرابع شاهد تحول زي ما حضرتك قلت يا كابتن سلعاوي، خاصه في الهجوم السريع او الفاست بريك يا كابتن سلعاوي. احنا عايزين نقول مبروك النادي الاهلي، هارد لك نادي الهوبلس، ادى جيم محترم جدا جدا، جيم كويس، لكن الدفاع الجيد بالنسبه لفرقتنا في الشوط الثالث زي ما توقعنا والشوط الرابع، زاد الدفاع الضاغط، زاد ان هم طبعا الثقه اللي كانت عندهم اتقلبت لخوف. نعم. بدا يخافوا من المباراه انها تهدى. بدا يلاقوا يخافوا ان المباراه تهدى، فظهر التعاون بينهم، بدات الخطوط تبقى منتظمه، بدا في استحواذ على الكور، ظهرت نادين وهاله وميرال وسرايا في شكل ورانيم في الشوط الثالث والرابع، دفاع الضاغط من اول ملعب جاب نتيجه، وقعوهم في 8 ثواني، وقعوهم في اخطاء في اخطاء. عايز اقول كمان ان بدا في تركيز في التسويبات من خارج المنطقه، مش زي الشوط الاول زي ما كنت توقعنا يعني. طبعا اعتقد ان المباراه دي هتبقى بدايه حلوه او مبشره، ان احنا عندنا مباراه كمان 12 يوم، كمان 10 ايام. نعم. السبت الجاي اللي بعد. السبت الجاي سوبر مع نادي سبورتنج في صاله الدكتور حسن مصطفى، ودي مباراه مهمه جدا، وان شاء الله هتبقى الثالثه وتدخل خزينه النادي. هليوبلس قدم مباراه جيده. نعم. يعني يمكن دي من احسن مبارياته، ظل متفوقا الى نهايه الكوارتر الثالث، لغايه الكوارتر الثالث، وطبعا بدون اجنبي وبدون اجنبيه، واعتقد انه يعني احنا بنحيي الجهاز الفني واللاعبات بامانه على ادوا جيم كويس جدا، ادوا جيم كويس، لكن النادي الاهلي قدر يرجع لحالته الطبيعيه، وقدر يرجع للمستوى المعهود. نعم. اشكرك كابتن.